وبمناسبة ذكرى 57 لاستغلال البلاد يكون يوم غد حفل بساعة الأمة، يبدأ من الساعة 6:30 وحتى 11:30، ويرأسه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والقائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية، ويكون هناك عرض عسكري. هذا ما جاء في البيان من قبل الإدارة العامة لمراسم الدولة. استقبل اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو فليب سالومو مبعوث رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ومستشاره الخاص المكلف بالعلاقات مع الدول الناطقة بالفرنسية رشاد حسن طه، والمزيد من التفاصيل. جاء السيد فليب سالومو مبعوث رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ومستشاره الخاص المكلف بالعلاقات مع الدول الفرنسية لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. المقابلة التي حضرها معاوني فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في المكتب العسكري والمدني سمحت لدبلوماسي دولة جنوب إفريقيا التباحث مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عن العلاقات وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة التي تمر بها القارة الأفريقية. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أكد بأن تشاد وجنوب أفريقيا تهدفان إلى التصدي لمختلف الأزمات وبسط السلام. وعقب خروجه من المقابلة صرح فليب سالومو للصحافة بأن اللقاء ركز في تحسين وسير العلاقات وتقويتها باعتبارها أزلية، وترمي إلى مواجهة المخاطر والعقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف تحسين الحالة الاجتماعية السعيدة لمواطني البلدين للعيش في أمن واستقرار، فضلا عن حمايتهم من مختلف تداعيات وتحديات الإرهابيين. يذكر بأن الدبلوماسي لدولة جنوب أفريقيا يرافقه في زيارته للبلاد عدد من معاونيه. كما استقبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وفد منسقية الأحزاب السياسية للدفاع عن الدستور والوفاق الوطني من أجل التغيير الديمقراطي. اللقاء تمحور حول الحالة الاجتماعية التي تمر بها البلاد. رشاد حسن طه. بهدف تحسين الوضع السياسي والاجتماعي للبلاد من أجل سياسة تجمع مختلف الشرائح السياسية والمجتمع المدني لتحقيق وحدة وطنية، جاءت مقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع وفد مجموعة منسقية الأحزاب السياسية للدفاع عن الدستور بقيادة السيد سالي بوغربا. الوفد تباحث مع فخامة رئيس الجمهورية عن الحالة السياسية التي تمر بها البلاد، سيما الملتقى السياسي الشامل الذي يراه السياسيون التشاديون نقطة وفاق وطني. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو شدد على الوحدة الوطنية من أجل تشاد أفضل. وعقب خروج الوفد من المقابلة أشاد أورجي عبد الرحيم عضو المنسقية بأن اللقاء كان حيويا، مؤكدا تقديم اقتراحهم لفخامة رئيس الجمهورية حول الملتقى السياسي. يلانا تشاد كلهم القاعدين برا القاعدين داخل كله يضموا عشان وايد عشان ليلا في جوز البلد ده لون كان قال في تخص كلنا تشادين عشان ده سبت يصير كم اللي هي ذاتو كواليسون كبيرة هي معروفة الكبيرة مرة كلام ده نقول أنا خلاص نجيب عشان نتريزان دخلها بيجي لنا حلو نادانا وجينا سافي كلام ده بس هجينا وخجينا في كلام أنا كريبين أنا أخونا مين وايد أنا سبت يصير لكم مدار لأنك كلام أنا أخونا لكم مدار في كريبين لا سافر أبو قاعد ده yang di fasa ke kurubu bala jaman bala itu besar dengan ada dengan perintah sudah cipta dan halal. وفي سياق متصل، فقد استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وفد الوفاق من أجل التغيير الديمقراطي الذي جاء هو الآخر للتباحث مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عن الأوضاع السياسية الراهنة وطرق تحسينها. الوفد وبعد استماعه لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وعرضه مقترح موقفه السياسي للبلاد، أكد نيته في المضي قدما في طريق الوحدة الوطنية وتنمية البلاد. وما أن خرج الوفد من المقابلة أكد سيد محمد بشارة عضو الوفاق من أجل التغيير الديمقراطي عن سعادتهم لما بدر من تبادل مع فخامة رئيس الجمهورية. لا 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 لا
خارج جمهورية فاتي كونغا وبلد واقف سياسيا ماليا اجتماعيا لازم ده شناسة كان مكتب كله في هذا الفرصة سياسية فرصة سوسيتي سيفيل فرصة الناس كله تجاني يضم يشار بأن كل هذه اللقاءات المختلفة التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع مختلف الشرائح والتجمعات السياسية تدخل في سعيه غير المحدود من أجل بناء تشاد موحدة. هذا كما أجرى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مباحثات مع كل من رئيس الإطار التشاوري لأحزاب المعارضة ورئيس جبهة المعارضة الجديدة من أجل التناوب والتغيير عما جاء في المقابلتين مع الحبيب حامد محمد. هذا اللقاء تأكيدا لخطاب فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خلال تنصيبه رئيسا للبلاد في 8 أغسطس من العام الماضي، حيث قال: لقد حان الوقت الآن لإجراء تقييم واضح لنموذج المؤسسي الحالي وسير عمله، وذلك من أجل إجراء التصحيحات اللازمة لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. فمن هذا المنطلق وحرصه الشديد لسير العملية الديمقراطية في تشاد وتصحيح النموذج المؤسسي للبلاد، استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صباح اليوم عدد من رؤساء منسقيات الأحزاب السياسية المعارضة الديمقراطية في تشاد. اللقاء الأول كان مع مجموعة منسقية الإطار التشاوري للأحزاب السياسية للمعارضة الديمقراطية برئاسة الدكتور جمعة كليما باجاو، حيث طرحت المقابلة عدد من القضايا الوطنية الراهنة الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية، في مقدمتها مسألة تصحيح مؤسسات الدولة بغرض غرس المحبة والسلام وتأسيس نموذج وطني قوي يساعد على تنمية البلاد من خلال تقوية الديمقراطية والجلوس في طاولة واحدة من أجل التفاكر والتشاور بهدف تشاد المستقبل. المقابلة استمرت قرابة الساعة، حضرها معالي رئيس الوزراء بايمي باتاكي ألبير وعدد من مستشاري فخامة رئيس الجمهورية بمكتبه المدني والأمنة العامة برئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء المنسقية. وعقب خروجهم من المقابلة، أكد الناطق الرسمي باسم المنسقية السيد أمين جبريل الوالي بأنهم موافقين على انعقاد الملتقى الوطني للتشاور من أجل تصحيح مؤسسات الدولة بنموذج جديد وقوي إن وافقت الحكومة على مقترحاتهم. وهذا الحوار قد شاركت فيه المؤسسات، كل المؤسسات بما فيها الأحزاب السياسية ومن ضمنها منسقية الأحزاب السياسية المعارضة الأهلية، نحن مثلناها في هذا الحوار السياسي، لأن البلاد تعيش أزمة متعددة من الأزمات، لذلك استدعى أن يكون هناك في حوار سياسي اجتماعي تشارك فيه كل الفئات بما فيها الاجتماعية والسياسية والجمعيات المدنية. لذلك نحن حاولنا أن نشارك برأينا، وقد قدمنا طروحاتنا للجنة المشتركة بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. أما اللقاء الثاني فكان مع مجموعة جبهة المعارضة الجديدة من أجل التناوب والتغيير برئاسة رئيسها مع محمد أحمد الحبو، لقاء استمر هو الآخر قرابة الساعة، طرح نفس الموضوع وهو تصحيح مؤسسات الدولة، وتناول ملفات أخرى سياسية واجتماعية تمر بها البلاد، منها دعوة جبهة المعارضة الجديدة من أجل التناوب والتغيير للحكومة بأن تفتح حوارا شاملا يضم كل القوى السياسية، ويناقش هذا الحوار مسألة تصحيح مؤسسات الدولة. هذا ما أكده السيد محمد أحمد الحبو رئيس منسقية جبهة المعارضة الجديدة من أجل التناوب والتغيير. هو بيقولوا الأولياد ليه هسا تخيير المؤسسات، عنينا نقولوا شغل البهمة الشادية اليوم ده الوضع الاقتصادي والاجتماعي، عندنا ناس شادية اليوم ما قادرين بحصل واجبة في اليوم، وتخيير الأسماء شنو مؤسسات ده ما بهل المشاكل ده، أنينا ندورو حوار شامل ديالوج انكلوزيف كل التشادين يلموا ويحللوا المشاكل أنا تشاد عايش فوق اليوم شنو والحلول شنو، ومن ديونهم لابد أن نكلموا في مشاكل أنا المؤسسات. أما المقابلة الثالثة والأخيرة فكانت مع مجموعة منسقية أحزاب المعارضة السياسية من أجل التناوب في تشاد، نفس المواضيع طرحت أيضا في هذه الجلسة وهي مواضيع لم تكن غريبة عن سابقها، فالحوار الاجتماعي والحياة السياسية في تشاد وتقوية الديمقراطية من أجل الخروج من الأزمة الحالية والتنمية أيضا أخذوا حيزا كبيرا في هذا اللقاء. مجموعة منسقية الأحزاب المعارضة الديمقراطية من أجل التناوب في تشاد موافقة تماما برأي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وهو تنظيم ملتقى وطني يضم كل الشرائح الوطنية سواء في الداخل أو الخارج بغرض تصحيح مؤسسات الدولة والتي هي هدف يعزز الديمقراطية في تشاد ويفتح نوافذ كثيرة نحو الآفاق المستقبلية للتنمية المستدامة.
هذا ما أكده السيد بن بركة طاهر كومبال الناطق الرسمي باسم المنسقية. السيدة أمينة محيدين فوقا كل لما جورك أنا أعزب محيدين فوقا وشعب السيدة كلها كاي درجة كتير بيك رئيس الجمهورية عندك في الانتخابات الفاتن عندك الناس انتخبوا في باس من البروغرام. إن رؤية فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو هي جمع كل القوى الحية في تشاد في إطار مشاورات وطنية تقوم بالتشخيص المؤسسات وتقترح الحلول التي تتكيف مع حقائقنا، والكلمة الأخيرة ستكون للشعب التشادي فيما يتعلق بتطورات المؤسساتية التي يراد تنفيذها. ووصلنا إلى التو في ذات الإطار في خلال المقابلات التي يجريها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو مع رجال الساسة، فقد التقى أيضا بمجموعة الأحزاب السياسية المعارضة ومجموعة كتلة المعارضة السياسية للتعديل والتغيير في تشاد. عائشة خليل بلال. السعي إلى إيجاد حلول مناسبة لكل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، الأمر الذي جعل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو بأن يلتقي بمجموعة من مسؤولي الأحزاب السياسية بالبلاد، حيث التقى أمسية هذا اليوم بمجموعة الأحزاب السياسية المتحفزة بقيادة الدكتور تيبي دالو أبدول، وكان اللقاء بحضور معالي رئيس الوزراء والأمين العام برئاسة الجمهورية ومدير المكتب المدني لفخامة رئيس الجمهورية، حيث تناول اللقاء عدد من المواضيع منها موضوع الملتقى الوطني وإصلاحات مؤسسات الدولة ومواضيع أخرى ذات أهمية للشعب التشادي. من جهته قدم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو لمجموعة الأحزاب السياسية المتحفزة التي تضم 5 أحزاب سياسية العديد من الوصايا والتعاون مع الحكومة من أجل تنمية البلاد. الناطق الرسمي لمجموعة الأحزاب السياسية المتحفزة السيد تيبي دالو أبدول تحدث عن انطباعاته. أنا لما بريزان أنا ريبوبليك أنا تشاد أنا كلام بروبليم أنا فورم فورم ده ما إبنما بوليتيك تريز امبورتان أنا تشاد أنا يال تشاد كله ده بس كده أنا أوبوزيشن ديمقراطيك دورو جبو بير دو كونستركسيون أنا كله pour aider le Tchad. مناقشة عدد من القضايا الراهنة بالبلاد ووضع استراتيجيات غيبة من أجل مصلحة الشعب التشادي، التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو هذه المرة بمجموعة كتلة المعارضة السياسية للتعديل والتغيير في تشاد المعروفة بكوبرات بقيادة السيد بيبرغي تيجي فيديل، والتي تضم 6 أحزاب سياسية. مجموعة كوبرات من جانبهم أوضحوا للرئيس الجمهورية التزامهم التام وتأييدهم للملتقى الوطني الشامل الذي يضم كل القوى الحية وسيكون خارطة طريق مبنية على التنمية والتقدم والازدهار. أما عن موضوع الإصلاحات أيضا له أهمية قصوى، لذلك سيكون البديل المناسب من أجل تخطي كل الأزمات والعقبات التي تواجه بلادنا تشاد. الناطق الرسمي النائب لكتلة المعارضة السياسية للتعديل والتغيير في تشاد السيد هارون محمد بركة يحدثنا عن مضمون اللقاء. رئيس الجمهورية بيقول بعد 24 سنة كان لازم ينظموا حوار وكان يحضر فوق الأحزاب السياسية وكل التشادين اللي كان يناقشوا وكان فيه مشكلة سوا يلقوا يحلوا. هو شيء بدور نية، والنية اللي بدورها ده بدور نية من الحكومة من جانب عن الحكومة، وبدور نية من جانب عن المعارضة ولا سوسيتي سيفيل. إن مصير التوافق والمشاركة التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو بين أبنائها وبناتها هذا هو الدافع الوحيد الذي يجعل بلادنا تشاد لمواجهة تحديات اليوم والغد.